السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني انتم معنا اخواني اخواتي على مباشر قناه شوف تي في من تزرفت عملات اقليم ميدلت. كنعتذر الا ما كانش الصوت كيوصلكم بالجوده الكافيه لان كاين حركه رياح قويه جدا. هاد الناس مساكن اللي كتشوفوا معنا ان كاع المناطق اللي دايرين بهم مستافدين من الكهرباء الا الديور ديالهم. عديد من العائلات هنايا ما عندهاش الضو، الدراري الصغار كيقراو بالشمع، وراكم كتعرفوا بان 2021 والانسان مازال ما عندوش الضو. يعني لكم ان تتخيلوا يعني حجم المعاناة ديال هاد الناس، لا التلفازه لا حتى شي حاجه، بلوس على مسائل اللي بغى يستعمل مثلا وسائل تدفئه ديال الكهرباء ما عندوش الحق كيدير. عائلات عديده كتعاني الامرين وكتعاني هذا المشكل هذا يعني منذ سنوات، وتيقولوا بان ما كاينش يعني تدخل او لا حل يعني مستعجل باش انه يتفك هذا المشكل ديالهم. يعني كنعتذر للاخوان بالنسبه للناس اللي ما سمعوش يعني الصوت ديالي او لا ما كيسمعوش يعني التعليق الصوتي، لان المنطقه معروفه بالرياح ودابا كاين رياح قويه جدا، وكنحاولوا كنديروا مجهود جبار باش اننا نوصل لكم الصوت والصوره يعني بالجوده الكافيه. يعني غادي نحاولوا نربطوا الاتصال مع واحده من الساكنه باش انها توضح لكم يعني وتوضح للمشاهدين الكرام يعني المطالب ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. دابا معنا في المباشر ديال شوف تي في. المغاربه تيشوفوا بغاو يعرفوا شنو المشكل اللي عندكم هنايا في تزرفت، علاش نتوما واقفين هنا؟ السلام عليكم. المشكل اللي عندنا باقيين بلا طو. باقيين وتسعود تنتعنا مشكل باش نخدمان بلا التلفازة بلا التلاجات بلا البيسير. أنا ضغلين غير البيسير نكني دليل من الشذور هذا خدعاو مشكل وسيد لاند واشون يتشا وسيد ساسيا نخدم فاسيد يتشا وسيد ساسيا تاسمع الدورة يوض وسيد أدي نصر في محمد السادس مشاغي الناس يدنا أنقيم يترام مرحبا الجامعة أغيف نغيجنان نكني دليل من الشذور هذا خدعاون. السلام عليكم. شحال من عام وتبعتكم هذا المشكل هذا ديال الضو؟ شحال من سكات؟ سكو 2009. سكو 2009 قلت لي غور غوري لا التلفازه لا الثلاجه لا الثلاجه لا تدون واش نخصها تجر اتفرج اتجر نغلي نقطع انا ودني هنا الواش نغلى التلفازه نزل البيسير انا ضغرين العيد انا قاري المستوى السبعه يرا البيسي ونغور غير اللي ما نستخدم بغينا كني دادي يون السوتور ان السوتور الجماعة هذا خت عاون هذا غيني شاد الحل وسيد دنت دوغ القيادة غ العمالة انينا دوز غ الجماعة دنت دوغ الجماعة انينا دوز غ العمالة بغينا كني هذا يحمى بالوالي نوال هذا خت عاون. يعني اخواني اخواتي كما سمعتوا معنا المداخله ديال السيده انها كتقول يعني من تقريبا 2009 هما كيعانيوا من هذا المشكل ديال الكهرباء وهم محرومين ما عندهم لا ثلاجه لا 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 يعني لا 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 تلفازه لا حتى شي حاجه. كيف يعقل ان مواطن في 2021 انه مازال كيعاني من الكهرباء؟ يعني اي واحد ما يمكنش انه يتدخل له هذه الفكره للراس. وغادي نحاولوا نستقوا يعني مشاهدات اخرى من المواطنين ديال هذه المنطقه يعني باش يزيد يوضح لكم ويوضح للمشاهدين الكرام يعني المعاناه ديالهم. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. انت معنا في المباشر ديال شوف تي في. مرحبا. انت كواحد من الساكنه ديال تزرفت شنو هو هذا المشكل العويص اللي كتعيشوا فيه هذه السنوات كلها؟ عندنا المشكل ديال الضوء. حنا كنمشيو دابا للعماله وتيقولوا لنا راه عند الرئيس. وملي تنجي عاوتاني عند الرئيس تيقول لك سيروا للعماله والناس مساكن ما عندهمش ما دراوش ما عندهمش وشحال من واحد دابا تيسلف باش يمشي للميدالت ما عندوش. والرئيس مؤخرا مشيت عنده نهار الاربعاء
تنهضر معاه حبيان وهو قال لي شي كلام لا يعقل. هو راه قال لي واش انا قلت لك غتبني تماك؟ هو بعد راه هو اللي عطاني باش غادي نبني تماك. على هاد النقطه اللي بغيت نسولك، هاد البنايات اللي بنيتو هنايا كتقولوا نتوما كساكنه انكم بنيتو بتراخيص يعني قانونيه. اه شنو هما الوعود اللي تقدموا لكم فاش كنتو كتبنيو في الاول؟ ديراش الوعود يعني على حسب الكهرباء. على حسب بنينا هنا على حسب الكهرباء باش يوصلنا الكهرباء باش نضويوها بحال الناس. وفي الاخر ملي مشيت عندو الجماعه قال لي شوف غنقول لك واحد الهضره، الا عندك فين غتمشيتي لا تقصرش هكا قال لي. وعندي شاهد، عندي شاهد مني قال لي هاد الهضره. وبقيت كان نترغب تما قال لي شوف الا عندك ما دير لا تقصرش. وحنا كنطلبوا منكم الله يسر عليكم والله يجازيكم بخير. وتنشكر في هذا المنبر شوف تيفي، كنشكرها بزاف بزاف، والمجهودات اللي دارت علينا راه وقفات علينا شوف تيفي، تنشكركم بزاف. بغيناكم تعاونونا في هذا المشكل اللي عندنا ديال الضو. عندنا بزاف ديال المشاكل، عندنا سبيطار العيالات كتبغي دابا تولد، دابا المراه كيخصها دابا تجي لومبيلونس، وملي كتجي لومبيلونس قبل ما يدخل ما ندخل هاد السيده باش يديوها تيقول لك غتخلصوا عاوتاني 3000 ديال ترونسبور. هادشي راه عيب وعار. وعندنا المشكل عاوتاني ديال العيالات بصفه تازروفت كاملين، عيالات ديال تازروفت كاملين راه كيمشيو للسبيطار اللي كاين عندنا هنا، وفرملي تيقول لهم الا كانت ديال تازروفت لا ما تاخذ حقها تماك. المهم حنا محقورين بزاف بزاف بمعنى الكلمه، حنا راه محقورين والله الا محقورين. السيده راه تحقر علينا، بقينا في الظلام من 2009 وحنا محرومين من الكهرباء. عندنا الدوار هنا في الوسط ما واصلوش الضو. ها الضو فين 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 واصل الضو؟ ها فين واصل الضو؟ ودوك الديور عاوتاني راه ما واصلهمش عاوتاني الضو. والوسط هنا ما فيهش الضو. و 2016 جاب لنا 4 د البوطويات، كل دار عطى ليه 2 بوطويات، وحنا محرومين. هاد الناس اللي ساكنين هنا في الوسط راه محرومين من الكهرباء. وبغيناكم شوف تيفي، تنشكركم بزاف، تعاونونا نخرجوا هاد الازمه. راه كنا في ازمه، كنا في الازمه هنا في دوار تداوت. انا راه سميت ليه دوار ظلام، حيت علاش؟ عايشين في ظلام، حنا راه عايشين في ظلام. بغيناكم تعاونونا اخويا باش نشعلوا حتى حنا التلفازه، باش تكون عندنا حتى حنا الثلاجه والمسائل. الدراري ديالنا دابا راه تيهربوا لي، دابا تيمشيو دابا للجيران، باش يتفرج عاوتاني في الثلاجه. وملي تيجي عندي دري انا تيقول لي بابا ماما علاش ما جبتيناش التلفازه، ما جبتيناش لا الثلاجه لا حتاج، حيت علاش؟ ما كاينش الضوء. وحنا في 2021 حنا محرومين من الضوء، ترى عيب وعار. وتنشكركم بزاف وتنقول لكم شكرا الله ينوركم. السلام عليكم. السلام عليكم. خويا على مباشر ديال شوف تيفي. مرحبا سيدي. وضح اخويا للراي العام والمغرب. مرحبا. لكم المعاناه اللي تعيشوها هنايا. مرحبا سيدي. المشكل اللي عندكم هنا. المشكل اللي عندنا هو ديال الضوء. هو الاساس اللي عندنا بعدا سميتو ديالي. ولكن كان عنده الضوء. عندنا مشاكل ديال الضوء بزاف. شحال من عام تقريبا انتم عندكم هذا المشكل ديال الضوء؟ حنا 2009. بالفعل سما كتب باش يعرفوا المغربيات والمغاربه اللي معنا في اللايف بان ما عندكم لا تلفازه لا ما كاينش حتى شي حاجه ما كاينش. في عقل دابا واحد في 2021 ما يكونش عاد الضو، ما عندهم دابا عندنا مشكل ديال الضو صراحه. دابا الوعود الخاويه ديما كيقول لك اودي صافي غيعطيكم الضو هذا العام، الورقه لا والو الورقه تجي من اللي تجي هنا، هذا هو المشكل اللي عندنا. وكاملين كاع اللي كتشوف هنا كلشي كيعاني على الضو. واش غير نتوما بالضبط ولا كاين الناس حداكم عندهم الضو حتى هما؟ دابا هذوك الجيران اللي ساكن في هذيك الجهه اللي ملي، هذوك اللي ملي عندهم الضو. يعني غير شي واحد حدا واحد عنده واحد عنده. هذوك دابا هذيك الشبكه محدوده غير من هذيك الجهه اللي ملي، وهذيك الجهه اللي ملي هذا الوسط ما فيهش الضو. ما عمركم زعما استفسرتوا علاش انكم نتوما بالوسط بالضبط ما تعطى لكمش يعني الضو؟ ما عرفناش. هذا هو اللي كنقلبوا عليه. ما حنا واش ماشي مغاربه ما نعرف. هذا هو المشكل اللي عندنا. شنو هي الرساله باش توصلوا للناس المسؤولين الناس اللي كيشوفوا فيكم؟ يعاونونا راه عينا حنا، راه مشينا بالمركوب ديالنا حتى ما بقيناش
كنمشي وصافي كتسلف على السيد باش تمشي. حنا غير خدامين ماشي زعما تقول هذا عندنا ولا حنا غير دراوش. هذا هو المشكل اللي عندنا في هذه الدوار. شكرا لك. مرحبا سيدي. شكرا. السلام عليكم. مرحبا بك. انا مباشر للمشاهدين. شكرا. الله يبارك فيك. كل الناس المغاربه والمغربي اللي تيشوفوا فيك اليوم هي. شنو هو المشكل اللي عندكم هنا في الدوار ديالكم؟ اسيدي الله يجازيكم بخير. عندنا المشكل ديال الضو من 2009 وحنا تنمشيو للعماله. شحال من خطره مشينا سيد الرئيس قال لك الرئيس عند العماله تيقول لك اودي الكره عند الرئيس. تنجيو عند الرئيس تيقول لك اودي عند العماله. الوراق شحال من ورقه درناها شحال من خطره سلفنا شحال من خطره. قالوا لنا ودي سيروا للقياده. مشينا للخليفه قال لك غادي نهضر مع الرئيس. قال لك الرئيس نتلقاو نهار الاربعاء. نهار الاربعاء مشينا عند الرئيس قال لك اودي عند العماله. مشينا عند العماله قال لك اودي قبل من 2021 الورقه عند الرئيس. دابا مشكل ديالنا ان ولادنا راه محرومين من الضوء. دابا ولادنا تيمشيو للجيران. حنا ما رضيناش كاع يمشيو للجيران صراحه. تبقى غير انا والمراه في الدار والدراري تيمشيو للجيران ومحرومين في الدنيا. الدراري بغاو البي سي ار لا اله الا محمد رسول الله. ودابا وقت الصيف دابا كلشي تيخسر النيت. الخضره تتخسر اللحم تيخسر لا اله الا محمد رسول الله. تشكركم الله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين. شكرا لك بزاف. كاين شي واحد بغى يدير شي مداخله؟ مرحبا سي. السلام عليكم. مرحبا. معنا في المباشر ديال شوف تي في. شكرا خويا. الناس اللي تيشوفوا واللي تيتابعونا دابا كيفاش كتعيشوا نتوما النهار ديالكم وما عندكمش الضو في 2021؟ كنكرفس ايمن كرفس. اتجر غرسنا سيت نكوني انت درت نغوت ها نسيت تمام سهوت ترا عام. يشير انت خدت الدون صاتجر ودات غير ما نكتا دارت والو ثلاجه والو تلفازه والو المهم نكرفس. اذا تدور غير الجماعه اني نغديات غير العماله. اذا تدور العماله اني نغديات غير الجماعه. دغيا سيدي هذيك نستر نستر سيدنا تنصر ربي هذا خت عاون مشكل وسيد ها انا يشير انا دغر راه نسيد سيده يا غرس اريا زعما ورقي في ماسي السيد يشير انا نسور في المكسيد نهار انا تغر. المهم بزاف د المشكله يغر تيوت من دا نتدو غير السبيطار دا غي تزع وفرملي دا غي تيني نكسي خفين وكي غير العمليه وريري هاديك الغراي زين يدو غاصني انك تقيد العمليه إيرا ريدي وبريد تو غير المقدم اللي قيد المقدم غرسي انايا تكسدي تربتا الغرايز. المهم دا نتكرفس بزاف لا السبيطار لا كوسيد لا دغيا الله يرحم والدين. شكرا بزاف. مرحبا اختي. مرحبا. يعني اخواني كما سمعتوا الشهادات تقدر تقول لنا المواطنين شنو هما هاد الوراق هادو اللي عندك هنايا؟ هاد الوراق دابا ديال السيد العامل دابا راه صيفطنا له ومشينا للعماله وصيفطنا ديال الجماعه ها ديال قالوا لك سيدي راه ديال البوطويات وشي حاجه ما شفناهاش. يعني هادو طلبات تقدمتوا بهم لهذ المصالح باش انهم تقدمنا الطلبات باش نستافدوا حتى حنا من الضوء. ودابا راه لقينا المشكل في رئيس الجماعه لقينا فيه مشكل. كنمشي عنده كل مره اش تيقول لنا حيت عينا من الكذوب عينا من الكذوب كل مره تيقول لنا شي كذبه حنا راه عينا. وتنشكركم بزاف عاونونا وعاون هاد الساكنه راه غير المساكن ما عندهمش عاونوهم الله يجازيكم بخير. وتنقول في هذا المنبر الله ينصر جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو وينصركم حتى نتوما على الحد. السلام عليكم. مرحبا بك الحاجه. راك معنا يعني في المباشر ديال شوف تيفي. واش شلحه ولا العربيه؟ شلحه. يعني مغاربه عندك ميت مرا عندي بدا المشكل اللي نغوت والله قديمه قلت لك اللي كاين وكلشي تيدرين لا ديك نسيت غاس نكوني بغي هذيك نسيت ولا هذاك نتاوي ما سيت هذيك ما قديمه قلت لي غير كاين القيمه ديال واش بلا تلفازه بلا ثلاجه بلا ياسيت بغي هذيك نسيت ولا هذاك نسيت ما سيت يعني كما سمعتوا اخواني اخواتي يعني هانتوما شفتوا المعاناه ديال هاد الناس في 2021 انهم ما عندهمش يعني الربط بشبكه الكهرباء وكيقولوا بان في الصيف الخضره ديالهم اللحم ديالهم كلشي كيضيع. واش يعقل مواطن مغربي 2021 ما عندوش الضوء؟ واش هادشي كيدخل العقل؟ اخواني هاد الناس داروا طلبات لعدة مصالح مختصة وذات الشأن
وانتم شفتوا يعني الوثائق مقدمه، لكن لا شيء يتغير. 2021 هاد الناس ضر فيها الضوء، ضر ما فيهاش الضوء. الى متى هاد المواطن ديال المغرب العميق غادي يبقى يبكي ويبقى يعاود ويبقى يتشكى؟ الى متى؟ هادشي اللي بغينا نعرفه. الى متى؟ هذا حق من حقوق الحياه، هذا غير حق، غير الكهرباء، ماشي شي حاجه كبيره. واش حتى الانسان حتى الكهرباء خصو يدير عليه مظاهرات وخصو يدير عليه وقفات وهاد الناس واقفين في البرد؟ انتم راه ما يمكنش نحكي لكم يعني درجه الحراره دابا حاليا في هاد البلاصه والرياح، و يعني ما عرفتش كيفاش نوصف لكم المعاناه ديال هاد الناس اللي واقفين مساكن في هاد البرد، باش انهم تيقولوا عافاك عطيونا الضو بغينا نتفرجوا في التلفازه، عافاكم عطيونا الضو بغينا نديروا ثلاجه. راه عيب وعار، راه حشومه، راه 2021 هذه. كنتمنوا ان شاء الله ان الرساله ديالهم توصل يعني عن طريق قناه شوف تيفي التي تتواجد دائما يعني مع صوت المظلومين، ونحن دائما كنتواجدوا صوتا وصوره من قلب الحدث باش نقل لكم الصور الحيه والمطالب ديال الناس. تنتمنوا لكم ان شاء الله كل خير، وشكرا للمتتبعين ديال شوف تيفي اينما كنتم، يعني حتى المباشر اخر ان شاء الله.